من بين هذه الأشياء التي اعتاد عليها كثير من الناس في الزواج، وهي في الحقيقة سنة نبوية، أن الكثير يعين المتزوج في زواجه ولا سيما في الوليمة. وأذكر إن كان قد بقي شيء من هذا، أن بعضا من الناس يقدم قطيعا من الغنم أو الإبل إعانة للمتزوج، أو أنه يدفع إليه نقودا. وليعلم أن هذا من السنة، فإذا دفعت هذا الشيء لا تدفعه على أنه عادة، لا، ادفعه على أنه سنة نبوية حتى تؤجر عليها. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج بصفية بنت حيي قال: فلما أصبح عروسا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عروسا. كلمة عروس تطلق على الرجل كما هي تطلق على المرأة في اللغة العربية، يقال هذا رجل عروس وهذه امرأة عروس، خلافاً لما يتوهمه كثير من الناس من أن كلمة عروس يظنون أنها لا تطلق على الرجل، وهذا خطأ. قال: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عروساً بسطت البسط، فأتى هذا بأقط وهذا بسمن وهذا بتمر حتى اجتمع الطعام فأكل. هذا فيه إعانة للمتزوج على وليمته. وفيه فائدة أخرى، وهي أن وليمة الزواج تصلح بدون اللحم. والدليل هنا كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه لما أصبح عروسا صلى الله عليه وآله وسلم بصفية بسطت البسط وأتي بالأقط والسمن والتمر. لكن المتعهد عليه هو اللحم، وله دليل كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: أولم ولو بشاه. لكن وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صفية بغير اللحم والخبز يدل على ماذا؟ يدل على أن الإسلام جاء بتيسير أمر الزواج حتى في الولائم، خلافاً لما يفعله كثير من الناس حتى تجاوزوا بالأمر إلى حد الإسراف.